الدكتور عبد الكريم أقزيز، مختص علم الوبائيات وباحث مشارك في جامعة كينجز كوليج بلندن، وهو معنا طبعا بينضم لنا من بريطانيا علشان نعرف منه آخر التطورات والتفاصيل. برحب بحضرتك. كمان بتنضم لنا من باريس الأستاذة فابيولا بدوي، الكاتبة الصحفية، علشان نعرف كمان منها آخر التطورات في باريس. برحب بحضرتك يا فندم. خلوني أبدأ سريعا يمكن مع دكتور عبد الكريم. دكتور عبد الكريم، بريطانيا أول من ظهر فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا، عايز أعرف من حضرتك التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، لأن كل الدول طبعا فرضت حظر على التعامل مع بريطانيا يعني على مستوى السفر وغيره. مساء الخير دكتورة ياسمين لك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة في بريطانيا بدءا من 2 ديسمبر عندما تفاءل الناس برفع الحظر الذي كان مفروض في البلاد، ومن ثم بالأخبار الإيجابية التي جاءت مع ترخيص لقاح فايزر وبدء عملية التلقيح، جاءت هذه الأخبار حول السلالة الجديدة في 14 ديسمبر. هذه السلالة الجديدة تتميز بأن لديها طفرات أدت إلى تغير سلوك الفيروس، وبالتالي أصبح أكثر انتشاراً. يعني عدد الحالات اليومية في بريطانيا كان بتراوح ما بين 20,000 إلى 25,000 حالة يومياً. بعد ظهور هذه الطفرة بشكل تدريجي الآن صرنا نتحدث عن حوالي 40,000 حالة يوميا، وبالتالي كان هناك ارتفاع كبير في عدد الحالات. لحسن الحظ أن السلالة الجديدة لم تؤدي إلى زيادة في شدة المرض، يعني الأعراض اللي بتسببها السلالة الجديدة هي نفسها الأعراض اللي تعتدنا نتعامل معها مع مرض كوفيد-19، ولكن نخاف الآن أن ارتفاع عدد الحالات الحالي سوف يؤدي لاحقا إلى ارتفاع في عدد قبولات المرضى، وبالتالي سيكون هناك ضغط على المشافي مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات لاحقا. والمعلومة الأخيرة أن كنا نخاف عن فعالية اللقاحات في حال تغير الفيروس، ولكن لحد هذه اللحظة المعلومات المتاحة أن اللقاحات الحالية خاصة لقاح فايزر، موديرنا، أسترازينيكا، أوكسفورد، هذه اللقاحات سوف تكون فعالة على السلالة الجديدة لحد طبعا من المعلومات المتاحة. طيب دكتور عبد الكريم، انا بس في جزء عايز افهمه من حضرتك. حضرتك بتقول دلوقتي ان الاعراض هي في السلاله الجديده، لكن السلاله الجديده يعني اسرع انتشارا، بس احنا فعليا لحد دلوقتي احنا مش فاهمين ايه هي السلاله الجديده. يعني اذا كانت الاعراض هي، هل الامر متعلق فقط بسرعه انتشار؟ فما علاقه ده بان هي سلاله جديده؟ يعني افهمها من حضرتك بس علميا حتى. تمام، خلينا نميز بين شيء اسمه طفره وشيء اسمه سلاله. الطفرة هي أمر طبيعي، كل الفيروسات بيصير فيها طفرات دائما، خاصة فيروسات اللي بتركيبها RNA المادة الوراثية. هذا الفيروس، الفيروس كورونا المستجد، خضع لأكثر من 40,000 طفرة منذ بداية ظهوره إلى الآن، ولكن لما بتجتمع عنا مجموعة طفرات بتشكل تسلسل وراثي جديد. بالمناسبة الفيروس الكورونا المستجد عنده 30,000 قطعة وراثية، فلما بيصير تغيير بأكثر من قطعة، وهذا الشيء اللي صار بالسلالة الجديدة، تقريبا 23 قطعة من أصل 30,000 تغيرت وثبتت، يعني صارت تتكرر عند المرضى، وأدت أنه الفيروس سلوكه تغير، صار أكبر قدرة على العدوى، لأنه البروتين المشوك اللي هو غلاف الفيروس صار أكثر قدرة على أنه يخترق خلايا.